اخبار عايزين بقى نقراها بسرعه. انا عارف يعني متحمسين لفقراتنا النهارده. تعالوا نقول الخبر الاول من نادي الزمالك اللي اعلن ضم جيفرسون كوستا وقيده في القائمه الافريقيه. اعلن مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه كابتن حسين لبيب عن التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو مدافع اكاديميه كاستيلو برانكو والذي يحمل الجنسيه البرتغاليه ايضا لمده 4 مواسم خلال فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. وقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع ليه امس الاحد وانهى مسؤول الزمالك قيد اللاعب تحت السن خاصه وانه مواليد 2005 كما تم قيد المدافع بالقائمه الافريقيه للفريق. كان الزمالك تعاقد في الفتره الماضيه مع المغربي محمود بن تايك ظهير ايسر فريق سانت اتيان الفرنسي لمده موسم على سبيل الاعاره مع وجود بند باحقيه الشراء. كمان تعاقد مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق ايك السويدي لمده 4 مواسم والبولندي كونراد مشلك على سبيل الاعاره ومحمد حمدي ظهير ايسر امبي لمده موسم على سبيل الاعاره والسنغالي سيدي ناداي لمده 4 مواسم. يعني ما نعرفش اذا كان الميركاتو خلاص ولا لسه. بنتها كان ليه تصريح الحقيقه عجبني وقال عنوانه التتويج بالسوبر افريقي نهديه لجماهير الزمالك. أبدأ المغربي محمود بن تايك الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك سعادته بالتتويج بلقب كأس سوبر أفريقيا على حساب الأهلي موضحا أن اللقب من أفضل اللحظات في مشواره الكروي. وقال كمان بن تايك في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي الزمالك أن مشاركته أمام الأهلي كانت الأولى ليه في مشواره مع الفريق الأبيض وتوج ذلك بالفوز ببطولة قارية وذلك أمر رائع بالنسبة لي. وأضاف كمان قال الفوز على الأهلي والتتويج باللقب أمر مهم بالنسبة لي والحمد لله على ما تحقق كما أن هناك مشهد رائع في الملعب وهو جمهور نادي الزمالك اللي منحنا الطاقة في المباراة وكان يجب علينا إسعادهم وحصد البطولة. وقال كمان الأجواء الجماهيرية كانت ممتعة في المباراة وتعودت عليها أشكر زملائي وقارة الفريق على دعمهم المستمر لي منذ انضمامي للزمالك وساعدوني على التأقلم سريعا مع الفريق بجانب دور الجهاز الفني معي. وأكد بن تايك أن المنافسة مع زملائه في مركز الظهير الأيسر ستكون مفيدة لصالح الزمالك والجميع سيكون داعم لمن يلعب. واختتم حديثه قائلا هدفي الأول والأخير هو التتويج بأي بطولة يشارك فيها الزمالك خلال الفترة المقبلة. ويمكن كلام كان مهم الحقيقة لأنه كمان اتكلم عن الجمهور وبين قد إيه الجمهور بيفرق مع أي لعيب أيا كان اسمه. طيب تقريبا السفرية الأخيرة للونش، الونش سافر لألمانيا للإطمئنان على إصابته. قرر سفر محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الى المانيا بعد انتهائه من اداء مناسك العمره في السعوديه من اجل اطمئنان على اصابته. ويجري الونش فحص طبي تحت اشراف الطبيب اللي اجرى ليه عمليه الرباط الصليبي من اجل منح الضوء الاخضر للعوده في المشاركات. بقول لحضراتكم خلاص خلال الفتره الجايه محمود حمدي الونش هيكون متواجد في سكواد نادي الزمالك في جميع المباريات ومشاركته ولا امر فني مع جوزيه جوميز. زمالك 2007 يهزم المحلة بخماسية. فاز فريق الزمالك كرة القدم 2007 على غزل المحلة بخماسية نظيفة في إطار المباراة اللي جمعته مساء اليوم الاثنين على ملعب مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف مقر القلعة البيضاء ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية للشباب. سجل أهداف كل من محمد حمد حسام عاشور التقي بواقع هدفين لكل منهما وأحمد محمد علي سينا هدف. الحقيقه تكون يعني جهاز الفني للفريق 2007 من محمد ثابت مدربا، محمد احمد علي مساعد المدرب، شريف فوزي مدرب حراسة المرمى، مجدي قاصد اداريا، ابراهيم عبد الرحمن اخصائي الاصابات، محمد علي الاتربي محل اداء، عبد الرحمن عاطف معد بدني، سيد جد مسؤول المهمات.